برحب بحضراتكم مجددا اعزائي المشاهدين، ضيوفي في الفقره الثانيه الناقد الرياضي الكبير ورئيس المنظومه الاعلاميه بنادي الزمالك استاذ مصطفى جويلس. مصطفى، ازي حضرتك؟ انا يا كابتن طارق، منورنا ومشرفنا، الله الحمد يخليك لله على كابتن. السلامه. الله يسلمك كابتن. اهلا بيك. ايضا الناقد الرياضي الكبير الاستاذ ايهاب الفول. استاذ ايهاب، منورنا ومشرفنا. ربنا يخليك كابتن طارق، اهلا بيك والحمد لله على السلامه. الله يسلمك. لسه جاي من تونس طبعا مع البعثه، يعني لازم استغل وجودكم في البعثه هناك وتقولوا لي الاجواء ايه اللي حصل. المباراه كانت بادئه، التحضيرات الاول واستقبال الاول استاذ مصطفى واستاذ ايهاب. والله يا كابتن طبعا البعثه كان في حاله من التركيز من البدايه، يعني طبعا انت عارف حضرتك كان في طياره خاصه معموله للفريق عشان يبقى في تركيز اكتر، عشان ما يبقاش في ارهاق. اللعيبه كان عندها حماس من وجهه نظري، كانت مركزه قبل المباراه، كانت مركزه ان هي تروح عشان تجيب الثلاث نقط. حتى يعني يمكن سمعنا التصريح بتاع فيريرا في المؤتمر الصحفي اللي هو اتعمل قبل المباراه، انا جاي اكسب، وقال ان هو التعادل هيبقى نتيجه غير مرضيه بالنسبه ليه. صحيح. وحتى اتكلم على موضوع الجماهير والضغط الجماهيري، وقال ان احنا عندنا لعيبه كبيره عندهم خبره كبيره، ان هم واجهوا يتعاملوا مع مثل هذه المواقف، يتعاملوا يعني. ان هم واجهوا مواقف صعبه كتيره زي دي. حتى لما جينا كمان سالناه على الصفقات الجديده وهل ممكن تشارك، فهو كانت الاجابه بتاعته ان طبعا اللعيبه دي لعيبه مفيده جدا للفرقه واضافه كبيره، ولكن محتاجه بعض الوقت ان هي تندمج اكتر مع الفرقه، تعرف فكر المدرب، تعرف طريقه اللعب عشان تقدر ان هي تدي مردود، وان هو ما يكونش عليها ضغط من الجماهير، وان الناس تصبر عليها. يمكن حتى في التدريبات كان الراجل حتى مختلف، كان بيتعامل مع اللعيبه، بيهزر معاهم، بيضحك معاهم، بيخرجهم من الضغط. شفنا لقطات، جات لنا لقطات من انتوا بعتينها لنا الحقيقه، من الضغط النفسي اللي هو المراسلين كانوا معاكم يعني، اللي هو كان موجود، وكان حريص ان هو يتدرب على الملعب الاول، اتدرب على الملعب الفرعي الاستاد رادس، ويمكن تاني تدريب اتدربوا على الملعب الرئيسي، الملعب ويمكن اشد بالملعب، الملعب حاجه جميله جدا، النجيله بتاعته كويسه جدا، واللعيبه حماس، انت هتخش وهتفوز، ويمكن احنا ظهرنا في كانت كل المؤشرات هناك وانتوا هناك ان البعثه بحاله فنيه، اللعيبه يعني حاله فنيه كبيره، والمكسب يعني واثقين فيه بشكل كبير. انا كنت سعيد ان اللعيبه ملمومه حوالين نفسها. كابتن اسماعيل يوسف اعتقد كان له دور كبير جدا في الناحيه النفسيه دي. انت عارف بقى ككابتن فرقه، كابتن اسماعيل كان بيتكلم معاهم، يا جماعه لازم نكون يعني الفريق شرس من البدايه، ما فيش حاجه اسمها ان انا هلعب بالكره بلين وبساطه وبتاع، لا، انا اخش بشراسه مش وقتال، ان انا احسس المنافس اللي قدامي ان هو ان انا قوي، ان انا نادي الزمالك، ان انا جاي اكسب. لعبنا فعلا في نص ساعه الاولانيه، يمكن كنا احنا ضاغطين، هم بداوا وتحس ان هم كانوا خايفين. صحيح. يعني هم انت كنت بتلعب بدفاع من نص الملعب معتمد على الهجمات المرتده، ويمكن كانت اول فرصه خطيره كانت من زيزو اللي هي اتلعبت، وجون طلعها وجون طلعها في دماغ المدافع، والكره الثانيه كانت عمر جابر كان انفراد بالمرمى، ولكن يمكن الارضيه زحلقته يعني، فما قدرش ان هو يعملها. ويمكن الجون اللي جه فينا هم الهجمتين اللي هم راحوا علينا. صحيح. هم جابوا الجون اللي هو الخطا حصل بسيط من تسبب في الجون، والكره الثانيه اللي هي في الدقيقه 90 عشان احنا كنا ضاغطين جامد جدا، وكنا سايبين ورا عشان تقدر انت مساحات، فدي ادت الى الجول الثاني. لكن انا شايف فرقه الترجي كانت فرقه عاديه جدا قدام نادي الزمالك. انا ما كنتش شايف فرقه الترجي بالقوه اللي انا شفتها في ماتش شباب بالوزداد. انا اتفرجت على ماتش شباب بالوزداد، كان الترجي شرس جدا في هذه المباراه، وكان بيضغط من الشمال ومن اليمين ومن العمق، وكان بيصوب من بعيد، يعني كانت فرقه جامده جدا. الفرقه اللي انا شفتها كانت فرقه خايفه من الزمالك. لو احنا كان لازمنا شويه توفيق، لو الكره بتاعت زيزو دي جت، او الكره بتاعت عمر جابر دي جت، أو في كرة، كان الوضع اختلف تماما، وكنت انت قدرت تملك الملعب. حتى احنا شفنا الجمهور هناك، كان ايهاب كان قاعد جنبي ساعتها، الجمهور بدا في فترات كتيره جدا من المباراه، كنا في الاستاد، في فترات كتيره جدا الجمهور خلاص سكت، يعني الجمهور بدا يسكت. أيوة. ومبقاش ان هو يشجع، حس ان الزمالك هو اللي مسيطر، وكنا افضل كمان في الشوط الثاني. لو في عمليه ضغط وعمليه توفيق، كان ممكن ان انت كسبت المباراه دي، وده برضك بيطمنا ان احنا في المباراه القادمه ان شاء الله اللي هتكون في القاهره، او هتكون في اسكندريه في برج العرب، هتبقى الامور افضل بكتير جدا. انا كنت عايز اقول خبر بس يمكن جديد شويه، ان نادي بيراميدز
طالب رسمي ان احنا ان هو يلعب ماتشه في الدفاع الجوي بدل ما يروح اسكندريه، بدل ما يبقى في برج العرب ومستني رد من ماتش الجمعه. الجمعه هو المفروض انه هيتلعب في برج العرب. في ان هم حتى بيحاولوا ان هم يعملوا اتصالات مع نادي الزمالك ان هم بدل ما يسافر يعني وكده، يسافر اسكندريه، ان هم ممكن يلعبوا في 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 استاد الدفاع الجوي عشان فلسه الزمالك منع الارهاق يعني. بالظبط منع الارهاق، لان هو شغال في الكومودوريه وهتلعب الزمالك عنده هتلعب الجمعه وبعد هتلعب الترجي بعد بعد كده. فانا لسه قدامنا 9 نقط، مش عايزين نستسلم، مش عارفين، مش عايزين نرفع الرايه البيضاء من دلوقتي. صحيح. هي المسؤوليه اكتر يا كابتن بتبقى على اللعيبه. انا برضك مش بقول على الجهاز الفني، اللعيبه هي اللي بايديها الكره في ملعبهم دلوقتي، ان هم الامكانيات الموجوده للعيبه الزمالك امكانيات كبيره جدا. عندنا دلوقتي مجموعه من الشباب، مجموعه من لعيب الخبره. انا شايف حتى الصفقات الثلاثه الجديده جدا حاجه جامده جدا. شايف الحاج لما نزل في الشوط الثاني عمل شغل جامد جدا. صحيح. بيلعب السهل الممتنع، بيفكرنا بلعب اساسي، بيدافع كويس، عنده حماس. كان ناصر منسي ما خدش فرصته، نزل 3 4 دقائق، ما ينفعش طبعا كان ينزل. يعني هرجع لك كابتن مصطفى في التبديلات، ولكن هروح لجزء ايهاب وانت في الملعب يا ايهاب، واكيد قاعد مع البعثه هناك، وكان في طبعا كابتن مصر جمال عبد الحميد. تعليقات الناس على المباراه خاصه اول نص ساعه زي ما قال مصطفى، احنا كنا تفاءلنا كتير جدا جدا ان احنا كنا اضغط واحسن وافضل وكنا ضاغطين بشكل كبير، وفجاه تراجعنا. من وجهه نظرك وانت في الملعب بقى، شايف الـ 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 الخلل فين او الدب اللي حصل فين؟ بص، هو كابتن طارق قبل المباراه ما تبدا كان كل الناس في البعثه بتتكلم على ان انت تعدي اول ربع ساعه في ملعب رادس هتعتبر ركبت الماتش، لان ملعب رادس انت عارف الجمهور، جمهور فريق الترجي التونسي بالتحديد بيبدا المباراه بتشجيع هستيري بحيث يبقى بضاغط على الفرقه المنافسه، سواء نادي الزمالك او اي نادي بيجي يلعب عنده في ملعب رادس، بالاضافه الى يعني الضغط الرهيب من لعيبة فريق الترجي على نادي الزمالك من كل او اي فريق منافس من كل انحاء الملعب. لكن نادي الزمالك قدر ان هو اول ربع ساعة ان هو يمتص حماسة الجمهور، ويقدر ان هو يجاري فريق الترجي ويباغت بالهجوم وتضغط عليهم. وشفنا كرة احمد سيد زيزو، وشفنا تسديدة المسلوسي اللي طلعت من تحت العارضة. فالضغط ده خف على يعني دخول لعيبه الزمالك في المباراه من بدري، هبط الامور شويه في المدرجات. ولكن يعني خبرات لعيبه الزمالك في الملعب قدرت ان هي تحجم فريق الترجي لغايه الخطا اللي وقع فيه محمد عواد واهتزت بيه شباك نادي الزمالك. بدات من هنا الامور تتصعب على زمالك. على فريق الزمالك، وبدا الجمهور التونسي يبتدي يرجع بقى يشتغل تاني بالضغط بتاعه بحيث يخرج نادي الزمالك عن اجواء المباراه، ما يرجعهوش تاني للمباراه، خصوصا ان فرقه الترجي شايفه ان الزمالك كان يقدر ان هو يسجل، وبيقدر وعنده حلول من سواء من على الجنبين، من اليمين او من الشمال او من العمق. فكان بيحاولوا ان هم يضغطوا بكل قوه ان هم يحاولوا يحرزوا الهدف الثاني، وده ما اتحققش. والزمالك قدر ان هو يتماسك، وقدر ان هو يبقى في الشوط الثاني برضو ند قوي، وكان يقدر يدرك التعادل. ولكن انا شايف برضو ان التغيير الدفع بالتغييرات، شفنا احمد بالحاج لما نزل في المباراه يعني في الشوط الثاني، انت من وجهه نظرك انها اتاخرت طبعا، التغييرات اتاخرت. انت رايح المباراه، الزمالك بقاله فتره بيفتقد اللاعب اللي بيمسك الكوره واللي بيحرك الملعب واللي بيجيب الكوره ينزل ياخد يستلم الكوره من تحت، اللي هو المايسترو في وسط الملعب. فلما نزل احمد بالحاج احنا شفنا ان لا، ده اللاعب دوت لو كان خد وقت اكتر من كده او بدا اكتر من كده، او ما كانش محتاج ان انت تسيبه ما هي حاجه من الاثنين، يا هو لاعب مش منسجم مع الفرقه وانت شايف ان هو مش هينسجم او مش هيديك فهو مش هيشارك في المباراه، يا اما لاعب منسجم وانت شايف ان هو لاعب كويس وهيشارك في مباراه افريقيه في وسط الجمهور دوت. صحيح. فكان ايه المانع ان احنا يبدا بيه بحيث تبقى انت عندك افضليه، بيقدر يقف على الكوره، بيقدر يسلم يستلم ويسلم يعني باسلوب متميز، بيقرا الملعب كويس. وشفنا دوت خلال مشاركته ما عندوش
رهبة الجمهور. صحيح شفنا في جرأة في أدائه، يعني تحس إن هو نازل بقاله أكتر من سنة أو سنتين مع التيم. ما عندوش رهبة بغض النظر عن هو أفاد الفريق أو لم يفيد الفريق، لكن أنا بكلمك على أسلوب لعب وعلى شخصية لاعب. أيوه فكان يقدر يشارك فترة أطول من كده ويقدر بالزبط. يديلك ولو كان بدأ كان هيبقى أفضل. برضو ناصر منسي كنت أعتقد لو كان خد وقت أطول. كويس كان هيقدر يعمل ضغط على على دفاع الترجي، ولكن يعني خلاص يعني المباراة انتهت والترجي فاز بالثلاث نقاط اللي ما حصلش في تونس. قدامنا دلوقتي يحصل في مباراة القاهرة تقدر ترجع وتعيد ترتيب البيت من الأول وتبتدي تشوف الأوراق اللي انت ما دفعتش بيها والأوراق اللي شاركت وقدرت يبقى ليها بصمة خلال المباراة، لأن الزمالك قدامه ثلاث مباريات زي حياة أو موت، أو ان هو ما فيش بقى مفر قدامك ان انت تكسب إلا ان انت تكسب التسع نقاط فيهم وتقدر يبقى ليك النصيب في احدى تذكرتي التاهل للدور الثاني. استاذ مصطفى وانتوا راجعين يعني احكي لي الاجواء البعثه وانتوا راجعين، برضو الحزن كان موجود طبعا اكيد على بعض كل البعثه واللعيبه، احكي لي كده الاجواء ما بعد المباراه وراي الخبراء اللي كانوا معاكم واللعيبه في الاداء وفي بعض في التشكيل اذا كان هناك تعقيب على التشكيل او حاجه من هذا القبيل. وطبعا كان كل الناس كلها كانت حزينه، يمكن يعني كلنا كنا متفائلين جدا، ويمكن زي ما بقول لحضرتك تصريحات فيريرا نفسها قبل المباراه كانت بتدي نوع من التفاؤل ونوع من الثقه ونوع من التحدي رغم ان المواجهه كانت صعبه جدا. لكن طبعا يعني ده تشكيل الجهاز الفني ودي خطه الجهاز الفني، فاللعيبه طبعا ما يعني ما لهاش اي راي في ان هي مثلا تشكيل كان صح او غلط او غيره يعني. انتوا قاعدين يعني التعليقات احنا كنا ما شاء الله بعثه كبيره يعني هي كل يعني هي كل التعليقات كلها ان احنا كان ممكن يبقى ما نلعبش بخطه دفاعيه بحته من وسط الملعب، ان احنا كان يبقى عندنا عناصر هجوميه تكون اكثر فاعليه زي مثلا سيف جعفر كان ممكن يبقى موجود مكان عمرو السيسي بالحاج مثلا ان انت بحيث ان انت يبقى عندك لعيبه مهاريه، انت بتلعب فرقه مهاريه فكان ما يبقى عندك لعيبه مهاريه كان بيبقى اللاعب المهاري دايما بيبقى عنده حلول كتيره بخلاف اللاعب اللي هو المقاتل اللي بيلعب بس على الكوره، لكن اللاعب المهاري بيقدر ان هو في ثانيه ممكن يوصلك للجون، في ثانيه ممكن يجيب هدف، في ثانيه ممكن يشوط، في ثانيه ممكن يظهر مره واحده في منطقه ال 18 يخطف اي هدف. والمباراه دي يا كابتن بالذات اللي هي المباراه الافريقيه دي هي مباراه خطف الاهداف، انت بتخطف هدف وبعد كده بتقدر ان انت تقفل كويس وتدافع كويس وتقدر تحافظ عليه، وده يمكن كان حصل في يمكن دايما افتكر دايما مباريات الكونفدراليه كنا بنلعب بنفس الطريقه دي، ان انت بتخطف هدف وبعد كده بتحافظ على الهدف ده، وده برضك كان في الموسم اللي احنا لعبنا فيه افريقيا وقدرنا نوصل فيه للنهائي نهائي القرن اللي حصل فيه اللي حصل طبعا اللي هو كان قدام النادي الاهلي في من حوالي سنه 2020 كنا معظم المباريات اللي بنلعبها بره كنا احنا بنبقى معاهم دايما، لان كنا بنلعب في المغرب، كنا بنلعب في تونس، كنا بنلعب في كذا دوله، فانت كنت بتلعب بخطه اللي هي زي اللي هي اخطف واجري، يعني انت بتجيب جون وبعد كده بتقدر تقفل كويس. صحيح. وبتقدر تعمل حتى هي بطولات النهائيات دايما كده، او على الاقل البطولات اللي هي المباريات اللي تؤهل الى دوري مجموعات او بتؤهل الى ادوار اقصائيه بعد كده. او انت يمكن حضرتك فاكر كويس السوبر اللي هو الافريقي كان قدام الترجي نفسه اللي هو كان بيتلعب في قطر وقدرنا ان احنا نكسب يعني حتى الهدف اعتقد بتاع اوباما اول جون كنت في 1-0 وهم اتعادلوا بعد كده بضرب الجزاء، وبعد كده انت قدرت ان انت تجيب الجون الثاني وتجيب الجون الثالث من بتدافع كويس وبتعتمد على الهجمات المرتده، يمكن الجون الثاني والثالث اللي جابهم بن شرقي من عن طريق هجمات مرتده وصناعه فرديه بالنسبه للاعب. فاحنا كنا بنتكلم في كده، بنتكلم ان انت يا جماعه يعني المفروض ان كان يبقى في الفرصه لسه قائمه الفرصه على ارض الملعب لسه هو الراجل نفسه في بالظبط في المؤتمر يعني الصحفي قال لك يا جماعه يعني واحد بيساله من ضمن الاسئله بيساله بيقول خلاص الزمالك هل فقد التاهل؟ فقال لا انت ما تقولش ان انا فقدت التاهل الا لما اعرف ان انا هجيب عدد من النقاط مش هتوصلني. صح. لكن طالما لسه عندي ثلاث مباريات انت خلصت الجوله الاولى هتخش الجوله الثانيه والمنافسين هيقابلوا بعض كمان يا استاذ مصطفى، يعني برضو دي ممكن تقلل من فرصهم وتزود من فرص الزمالك لو النتائج زي مثلا مباراه المريخ مع بلوزداد انا كنت سعيد بيها جدا.
ان المريخ كسب، لان ده برضه معنى البلوزداد يكسب هيبقى البلوزداد عدى 6 بونت عقبال ما تحصل بقى تبقى زي. لكن تعطيل البلوزداد كان في صالح الزمالك. انت كان عندك في الدور الاول حتى في الدوري المحلي كان عندك في الدور الاول فرق 8 نقط ما بينك وبين النادي المنافس السنه اللي فاتت، وقدرت في الدور الثاني ان انت تعوض وان انت تتخطى وتوصل للقمه ويبقى فارق ما بينك وبين المنافس انت اللي عندك الفارق ده لصالحك انت. فهي الجوله الاولى انتهت او الدور الاول انتهت بالنسبه لدوري المجموعات، انت لعبت 3 مباريات فاضل لك 3 مباريات من ضمنهم مباراتين على ارضك. صح. ودي بتديك الافضليه ان انت ممكن في لو جبت 6 نقط وجيت تعادلت حتى مع شباب بلوزداد ممكن الدنيا ممكن تمشي خالص. صح. وممكن ان شاء الله ان انت تقدر وتتاهل. لا ولازم يبقى عندك طموح انك تكسب بلوزداد هناك. بالظبط يا كابتن، يعني انا شايف كده. هو كل المطلوب في الفتره دي عشان نعدي موضوع الحسابات البرمة اللي بيحطنا دايما في كل سنه. مش عارف دوري المجموعات دايما بيبقى احنا دايما بيبقى فيه البدايه يا استاذ مصطفى كل حسابات. هو كل المطلوب في الفتره دي ان كل جمهور يقف جنب فريق كوره، يدعم فريق كوره، يدعم اللعيبه، ما يقللش من اي لعيب، يدعم الجهاز الفني في الفتره الجايه دي، كله لازم يقف خلف فريق كوره. ان احنا يا جماعه ما نفكرش غير فريق كوره الفتره دي، ازاي ان احنا نسانده ونقف جنبه. شفنا احنا جمهور الترجي بيعمل ازاي، يمكن زي زميلنا هاب بيقول لك اول ما جابوا الجون الاولاني سمعنا الملعب زلزال في الملعب، يعني زلزال من التشجيع في الملعب بطريقه فظيعه جدا تخلي اي حد يترعب. صحيح. احنا نتمنى كمان ان احنا يا جماعه يكون لنا جمهور برضك، يعني ان يبقى عدد من الجمهور الكبير جدا في مباراه الافريقيه بالذات. مباراه الافريقيه بالذات دي لابد ان يكون في 40 و50 الف مشجع. صحيح. انا شفت الاستاد رادس جمهور ولا 40 الف مفيش حته يا كابتن اكتر من اكتر حوالي 50 الف. يعني هيصه. فانت الجمهور لما يكون موجود، لما يبقى عندنا 40 الف ولا 50 الف موجودون في المباراه الافريقيه، ودي كانك انت منتخب مصر، كانك انت يعني انت بتمثل مصر، يكون الجمهور موجود في مدرجات باعداد كبيره جدا بيشجع اللعيبه، بيحفز اللعيبه، بيخوف، بيضغط على المنافس كمان، بيضغط كمان على المنافس. صحيح. ويقدر ان هو كمان. ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقنا ونتاهل يعني. طيب هنسيب قصه الزمالك والافريقي ونروح لقصه مهمه جدا يا استاذ ايهاب، وخروج المنتخب الشباب من بطوله امم افريقيا المقامه في مصر، رايك فيها؟ وما جبناش ولا جون، خسرنا ماتشين، تعادلنا مباراه، رأيك في هذه التجربة وإيه الأسباب وجهة نظرك؟ لا هي تجربة طبعا صعبة على منتخب مصر، ما اعتدناش إن احنا نبقى منظمين بطولة ومنتخبنا ما يوصلش في صحيح في الأدوار التالية. يعني أنا مشفق على الجيل دوت من اللاعبين. طبعا هم شافوا مرارة الثلاث هزايم، هزيمتين وتعادل، هزيمتين وتعادل، يعني تعتبر التعادل يعني هزيمه، التعادل مع موزمبيق على ارضك يعتبر يعني بطعم الهزيمه، بطعم الهزيمه في يعني في مستهل مبارياتك. كنت لو قدرت ان انت تكسب المباراه دي كنت هتقدر تروح يعني خطوه لقدام. طبعا حتى ممكن تبقى من احسن 2 توالد. لكن للاسف انت خرجت من الدور الاول، يعني خروج مغزي، خروج يعني انا بقول لك في اشفاق على الاعمار السنيه ديت ان هم دفعوا ثمن عدم التخطيط الجيد للمنتخب دوت. وكلنا شفنا تصريحات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، وشفنا تنصل مجلس اداره اتحاد الكوره من المدير الفني محمود جابر، رغم ان المدير الفني محمود جابر انا بشوفه من افضل المدربين، راجل عنده سيره ذاتيه واشتغل في اكتر من مكان، واشتغل في الدوري القطري وخد افضل مدرب في الدوري القطري في فتره من الفترات، ولكن للاسف يعني هم تعاملوا مع محمود جابر معامله خاطئه في تحميل والنتائج، سوء النتائج ده بيجي من سوء التخطيط والاعداد للمنتخب دوت. تنسينا واغفلنا ان عندنا منتخب شباب هيشارك في بطوله مهمه زي كده بتستضيفها مصر، كان من وجهه نظري لازم يتوفر الاستعداد يبقى اقوى شويه. استعداد اقوى من وجهه نظرك كان الاستعداد مش قوي يعني؟ لا طبعا الاستعداد اقوى، وتلعب يعني يبقى ان انت تبص على الشريحه كبيره من اللاعبين وتدور على لعيبه اكتر وتشوف، بحيث ان انت تبقى عندك المنتخب دوت، لان احنا منتخب مصر الانجازات معظم انجازاته ومعظم يعني الحاجات اللي اتعملت كانت بتتعمل مع منتخبات الشباب. شفنا منتخب الشباب بتاع كابتن شوقي غريب، شفنا المنتخب الشباب بتاع كابتن ربيع ياسين، شفنا منتخبات الشباب لمنتخب مصر كانت
نواه منوره وكانت عامله حاله وكسبه وكانت نواه بعد كده للمنتخب الاولمبي وكانت نواه للمنتخب الاول وقدرت انت تبقى عندك منتخب مصر يبقى بيستمد قوته من قوه منتخب شبابه. فانا يعني وجهه نظري ان لازم منتخب الشباب دوت قبل ما يتعمل له تسريح او لازم يتعمل له اعاده تاهيل نفسي لان اللعيبه دي ما يتمش التضحيه بيها لان اللعيبه دي نقطه مهمه جدا انك انت ما تفرطش في اللعيبه دي لا ما تفرطش فيهم لازم يعاد تاهيلهم نفسيا عشان اللي جاي لان هم دول نواه منتخبات اللي جاي منتخبات في الفتره دي بالظبط. استاذ مصطفى هروح لك لنقطه مهمه جدا وهي التحكيم واحنا كان عندنا كلاتنبرج ورحل ودلوقتي في فكره استقدام برضو رئيس لجنه حكام او منسق او مطور او مطور يعني زي ما بيطلقوا عليه للتحكيم المصري في الوقت اللي احنا عندنا خبيرنا الكابتن عصام عبد الفتاح النهارده او امبارح تعاقد مع الاتحاد السعودي كمستشار فني للجنه التحكيم في السعوديه. يعني ما احنا عندنا الكوادر هل نستعين بيها؟ هل احنا ما عندناش القدره نستعين بهذه الكوادر؟ رايك في هذه القصه ايه؟ اولا هي تجربه كليتنبرج هي تجربه فاشله، هو كان الهدف من التعاقد مع كليتنبرج زي ما هم قالوا وزي ما التصريحات اللي احنا قرناها حتى للدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه قبل استخدام كليتنبرج ان هو جاي عشان يطور التحكيم ان هو يفيد الحكام ان هو يضيف للتحكيم المصري، لكن الراجل جه ما عملش اي حاجه خالص غير ان هو يتقاضى المرتب بتاعه ان هو يخرج اجازات او ان يروح كاس عالم او ان يروح مش عارف فين او ان يروح يدي محاضرات في حته معينه، ان هو ما فاتش التحكيم في شيء، زائد ان هو كان مجرد ان هو يعني يعني وجهه فقط، وجهه لا تتحكم في اي شيء خاص بالتحكيم. حتى فوجئنا بيه كمان ان هو لما بيحلل الماتشات بيختار حاجات معينه ويسيب حاجات معينه كانه هو موجه ان هو يتكلم في الامور دي. فاحنا انفقنا اموال على كليتنبرج او يعني كنوع من يعني انا ما كانش في تطوير يعني ما فيش تطوير يعني ما عملش اي حاجه يعني. فان انا ادور على خبير تحكيم تاني وان في ناس تسافر مش عارف اسبانيا او تسافر انجلترا تاني او تسافر غير عشان يجيبوا حكيم، يبقى احنا عايزين نكرر الفشل مره اخرى. احنا مشكلتنا يا كابتن ان احنا ما عندناش تخطيط في اي حاجه، ان احنا ماشيين بطريقه عشوائيه في امور كتيره جدا، خصوصا امور اداره الرياضه في مصر، اداره الرياضه مصر خصوصا بالنسبه لاتحاد الكوره بالذات هي لا تدار بالشكل العلمي السليم. يمكن ايهاب كان بيتكلم على منتخب الشباب، منتخب الشباب احنا ما عندناش، هل احنا عندنا موجود حاليا مدير فني لاتحاد الكوره حاليا؟ هو يعني يعتبر الدكتور جمال محمد علي هو القائم بهذه المهمه، هو اللي بيعمل الدورات دلوقتي ولكن مكلف بالاتحاد، ولكن هو ليه الصلاحيات ان هو يعني مثلا منتخب شباب بجيبه من الدار للنار، ان انا خلاص هشارك في بطوله بجمع العيال او الشباب قبلها بفتره صغيره من غير ما يلعبوا مثلا ماتشات وديه، من غير ما تبقى في فتره اعداد جيده. نفس الشيء بالنسبه للتحكيم عشان ما اخرجش على السؤال اللي حضرتك عنه، انا دلوقتي عندي في مصر هنا يمكن انا فاكر تصريح للكابتن جمال الغندور اول ما جه كليتنبرج قال لك انه هيفشل انه مش هيقدر يتعامل مع الحكام في مصر، مش هيقدر ان هو يضيف شيء، وان هو فشل في السعوديه، ان هو الراجل فشل في السعوديه ما حققش اي شيء في السعوديه، وان هم مشوهم للسعوديه عشان هو ما حققش الاهداف اللي هم كانوا جايبينه عشانها. لما يبقى عندنا قيمه زي قيمه الكابتن عصام عبد الفتاح، الكابتن جمال الغندور، ناس قيمه وقامه، يعني ناس قيمه وقامه وناس فاهمين، يعني بيعرفوا يتعاملوا مع الحكام، بيعرفوا يختاروا حكام كويس، ممكن يدوا محاضرات يعني 10 10. واحنا احنا هل مشكلتنا دلوقتي او التحكيم بتاعنا يا كابتن بقى من خلال الفقرات التحكيميه اللي هي بتيجي في البرامج فقط؟ ليه الفقرات التحكيميه دي ما تكونش هي في الحقيقه عباره عن محاضرات او داخل اتحاد الكره نفسه؟ احنا بس بنتكلم، يعني احنا زي ما انت بتتكلم كده نظري ومفيش اي شيء عملي. فاحنا لابد ان احنا نستفيد من الكوادر التحكيميه الموجوده في مصر بدل ما نجيب واحد ونصرف عليه بالدولار، والاستفاده في كل المجالات. وبعدين نيجي نشكي بعد كده ونقول ده احنا ما فيش اي موارد ماليه في اتحاد الكوره عشان نصرف فيها على المنتخبات او غيرها. يعني بالظبط كلام مظبوط ومحترم جدا من الاستاذ مصطفى والاستاذ ايهاب، ويبقى دائما وابدا اختيار الكوادر المناسبه للمكان المناسب هي اهم شيء عشان يقدر يضيف ليها. استاذ مصطفى الجوي شرفتنا ونورتنا، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا يا كابتن طارق. استاذ ايهاب بشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا. ربنا يخليك يا كابتن طارق. شكرا موصول لحضراتكم اعزائي المشاهدين. خلصت حلقتنا النهارده من زملكاوي، غدا حلقه جديده من زملكاوي. خالص تحيات فريق العمل وخالص تحياتي طارق يحيى.